بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني ولد سليمان خاصة وعنزة عامة، نشكر الشيخ سعد بن عودة بن رشدان الله يحفظه، أدى كلمة شافية وافية، وعز الله أنه ما قصر ولا قال إلا الكلام اللي واجب على عنزة، الله يبيض وجهه. وهذا شيء هو ينخاكم على الشيء اللي بوجيهكم، وهذه ذكرى، أن الذكرى تنفع المؤمنين، ومثل ما ذكر أن المدة أنها قريبة، وهل الدم جزاهم الله بالخير تجاوزوا عن جغمة هذا الدم، فأنتم اللي عليكم دفع المادة اللي ما تسوى، أنتم الموجود والواجب عليكم أنكم تساهمون مادة ما شيء. لو أن القبائل الثانية طلبت منكم فزعة وأنتم أهل الفزعة، وطلبت منكم قبائل فزعة وفزعتوا، فما بالك الشيء اللي يخصكم. هذا واجب عليكم يا ولد سليمان خاصة ويا عنزة عامة، والقضية قضية مادة، وانتم الحمد لله قادرين، والإنسان اللي ما هو قادر تراه معذور، لكن إنسان قادر ويعتبر نفسه أنه من روس قبيلة عنزة وهذا متوخر، ولا يساعد على الشيء هذا، ولا يحفز ربع على الشيء هذا، هذا حنا والله ما نقبله ولا يجوز. ويوم من الأيام الدنيا الله يكفينا شرها، ولا يوريهم مكروه، الدنيا دوارة. ولد سليمان اتفقوا على أن أي إنسان ما يساهم بالقضية هذه ما ينظر له يوم من الأيام، لا يزعل. حنا ما نقول إن شاء الله، نقول نطلب من الله إن الله يبعد كل شر عنهم، لكن حنا لنا واجب عليهم مثل ما لهم واجب علينا. ولو واحد مر يجيلهم مسجون بهالقضية يشرهون علينا مثل ما نشرح عليهم، هذا واجب علينا. سعد العودة أدى كلمة رسالة شافية وافية ما في بعدها، ولا قال إلا الشيء الصحيح. الله يبيض وجهه ويمتع بيامه ويسلمه، واطلب من الله سبحانه وتعالى إن الكلمة هذه تستجاب، وهذا واجب عليكم يا عنزة، والقضية باسن عليها 20 يوم، وهذا ما يجوز إنكم تآخرون. لا تلتزون ربعكم قفاكم، أنتم أهل فزعة، وهذا أنتم عند القبائل مشهود لكم يا ولد سليمان. فيض الله وجيهكم، أخوكم كاشف بن عشوي الرشدان.